بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. ما جاء على أصله لا سؤال عليه، فمدينة العلم والعلماء هذه المدينة الكريمة قسنطينة، وتاريخها مشرق، تاريخها مضيء، سجلت حضورها الفعال عبر التاريخ الجزائري. فهذه المناسبة التي هيأتم لها أمر ليس بعيداً عن هذه البلدة الطيبة المباركة، فجزاكم الله خير الجزاء جميعاً، أنتم الذين جملتم هذا اللقاء، إخواني الأفاضل من المشايخ والأئمة الذين عبروا عن حبهم، ونسأل الله عز وجل أن ربي يجازيهم، غير ربي اللي قدر يجازيهم، لأنه ما قالوه في الحقيقة عني يعني هذا لعلو أخلاقهم وصفاء قلوبهم، فربي يجازيكم إخواني الكرام خير الجزاء جميع المتحدثين وجميع الحضور. أسأل الله أن يحقق آمالكم وأن ييسر أموركم وأن يجعلكم جميعا من أعلام الهدى ومن مصابيح الدجى. الرسالة الأولى عن الحدث. في الحقيقة هذا اللقاء هو تكليف من جهة أخرى، أنتم أردتم أن يكون تشريفاً وتكريماً، فهذا نابع من أخلاقكم، فجزاكم الله خير الجزاء. ولكن الرسالة استقبلتها تكليف لمزيد من العمل، نسأل الله لنا جميعاً حسن الختام، ونسأل الله أن يثبتنا كما قال ربنا في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الأمر ليس سهلاً أن يعيش الإنسان في هذه الظروف، ونحن جميعاً كوطن كأمة بل كأسرة بشرية نواجه جميعاً ألواناً من الهزات، ألواناً من الزلازل التي تأتي على أركاننا المعنوية والمادية والحضارية والتربوية. ليس سهلاً، ولكن نجتهد في تحقيق ما نستطيع ليحقق الله لنا ما لا نستطيع، ونجتهد جميعاً لنتمثل مقتضى قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. نتعاون، نجتهد في تحقيق ما نستطيع، يحقق الله لنا ما لا نستطيع. هو تكليف، أسأل الله عز وجل أن ينفعني بدعواتكم وأن ينفعنا جميعا بدعواتنا جميعا. فالدعاء مخ العبادة، وفي رواية: الدعاء هو العبادة. صحيح كما قال أخي العزيز محمد بركاب جزاه الله خير، ومن خلاله يتوجه بالشكر الجزيل لجميع المشايخ، الشيخ مصطفى والشيخ جمال، الجميع، الكل، الشكر موصول إلى الجميع وإلى حضوركم الكريم. إذن هذا اللقاء دعم معنوي كبير لمزيد من العمل، نسأل الله أن يوفقنا للعمل. وربنا قال في سورة التوبة في الآية 5 بعد 100 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. رسالة الثانية، أجتهد في الإجابة عن سؤال أخي العزيز محمد. الحقيقة توفيق الله، الخير اللي صرف الدنيا كامل
كل شيء من عند ربي، كل شيء. أي واحد وفقه الله لعبادة، لطاعة، لعمل خيري، لعمل صالح، الحمد لله أن ديننا الحنيف يدعونا إلى فعل الخير ويدعونا إلى العمل الصالح دون ذكر لطبيعة العمل الصالح أو لنوع محدد من أعمال الخير. ربنا قال في سورة الحج الآية 77: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وفي سورة التوبة الآية التي ذكرنا الآن الآية 105: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسول المؤمنون. وفي سورة الكهف الآخر آية لآية 110: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي سورة البقرة الآية 148: فاستبقوا الخيرات. والآية نفسها تكررت في سورة المائدة الآية 48: فاستبقوا الخيرات. هذه المسارعة، هذا الأمر بالاستباق نحو الخيرات، كلنا مطالب بذلك، كلنا مطالبون بذلك، ولكن تنتشر هممنا في هذه الحياة، وكل ميسر لما خلق له، وفي النهاية لا يمكن أن يتحقق نجاح، فالنجاح صناعة جماعية، لا يمكن أن يتحقق أمر إلا بتوفيق الله عز وجل وبالتعاون. إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان معه الصحب الكرام والكل يعلم، نحن في شهر الأنوار، في شهر ربيع، ربنا عز وجل وصف المهاجرين بجملة أوصاف، منها ما ورد في سورة الحشر في الآية 8: أولئك هم الصادقون. انظروا إخواني إلى هذه المرتبة السامقة التي حظي بها هؤلاء الذين ترجموا إيمانهم إلى جهاد وعمل، هؤلاء المهاجرون. الأنصار في الآية 9 مباشرة سورة الحشر، مما ورد في ذكر خصالهم: يحبون من هاجر إليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم تأتي الآية 10 لتعلمنا كي لا ننسى فضل السابقين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. استمعنا إلى ذكر بعض المشايخ في الجزائر أو خارج الجزائر، على سبيل المثال نذكر ابن باديس إمام الجزائر، الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله. إذا كان سمحتون نذكر واحد من النقطة ذكرها واحد من كبار الشعراء في ملتقى الفكر الإسلامي ببجاية تحت عنوان الغزو الثقافي والمجتمع الإسلامي المعاصر، في يعني قال هذه الشهادة حيث انعقد مؤتمر الصمام. يقول هذا الشاعر الكبير ولأول مرة يزور الجزائر، قال: في يوم من الأيام زرت الشيخ البشير الإبراهيمي بمكتبه بالقاهرة، قال: دخلت عنده لقيته يبكي، يدمع يبكي، فقلت له: ما يبكيك يا إمام؟ فقاله الشيخ البشير: إنها دموع الفرح، بشائر النصر جاءتني من الجزائر. وصلت انتصارات الشعب على فرنسا وفرح، أنتم عارفين العين اللي اعطاها لنا ربي تبكي للفرح وتبكي للحزن. يا عين لقد صار لك البكاء عادة، فصرت تبكين في فرح وأحزان. وهذا الشاعر، هذا الموقف، هذا المشهد خلاه يكتب قصيدة تحت عنوان يا ابن الجزائر، مما ورد فيها: دمعي معك، روحي معك، والقلب في خفقانه يسعى معك، يا ابن الجزائر يا أخي ما أروعك. قصيدة لطيفة قالها هذا الشاعر عن الشيخ البشير رحم الله الجميع. كي كمل القصيدة الشيخ البشير رفع يديه قالوا: يا رب إن شاء الله تستقل الجزائر وتزور الجزائر وتقراها على مسامع الجزائريين. واستجاب الله لدعائه،
هذا الشاعر هو الذي يقول هذا الكلام. قال لك ربي استجاب لدعائه، أول مرة نزور الجزائر ونقرأ لكم هذه القصيدة يا دمعي معك، بدها من الدموع نتاع الشيخ، قصيدة لطيفة. دمعي معك، روحي معك، والقلب في خفقانه يسعى معك، يا ابن الجزائر يا أخي ما أروعك. إذن ذكرنا كما تفضل إخواني المشايخ لعلمائنا السابقين ممن تركوا الأثر، يمضي الرجال ويبقى النهج والأثر، هذا في الحقيقة وفاء لشيوخنا الشيخ أحمد حماني والشيخ شارف والشيخ عبد الرحمن شيبان، مشايخ كلهم، والشيخ أبو عبد السلام آخر من فقدت الجزائر رحمه الله ورحم الله الجميع، وشيوخ الأمة، لأن نحن ننتمي أيضا إلى أمة، فتتعدد التزاماتنا بتعدد انتماءاتنا، ننتمي إلى وطن، عندنا التزامات تجاه الوطن، عندنا ننتمي إلى أمة. ربنا هو الذي قال كما في سورة الأنبياء الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي سورة المؤمنون الآية 52: وأن وإن قراءتان: هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي سورة البقرة الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، إلى آخر ما نعلم من الآيات التي تجذر معاني الأمة فينا. إذن لا حرج، بل يجب أن نستفيد من علمائنا. وذكر شيخنا الشيخ محمد بعضا منهم، ذكر الشيخ البوطن، ذكر الشيخ الغزالي، الشيخ محمد صادق، الشيخ جميل غازي، ومشايخ كثير، هؤلاء كلهم، معظم الشيخ متولي الشعراوي اللي ربي يسلمنا اللقاء لقاءات معه، والشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه، الله يرحم الجميع. إذن في الحقيقة هذه الأمة إن شاء الله تبقى هكذا، هي أمة مرحومة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الإمامان، الإمام الحاكم في المستدرك والإمام أحمد في المسند، رقم الحديث 9550 لمن أراد أن يرجع في المسند: أمتي أمة مرحومة. وفي رواية: إن أمتي أمة مرحومة. إذن استفدنا من هؤلاء ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولا ننسى أيضا فضل الفلاحين اللي ربتهم الدنيا، هذوك الناس اللي حاربوا الاستدمار، اللي جاعوا، اللي تعبوا بكثير في هذه الحياة، ولكن تخرجوا من مدرسة الحياة، والحياة أفضل المدارس، عيبها الوحيد أن تكاليفها باهظة. يشهد الله أن ما تعلمته من هؤلاء من رجال الصلح، من أهل الخير في مجتمعنا، ما لم أقرأه في بطون الكتب، لأنهم خبراء، وربنا أرشدنا إلى العودة إليهم، فلا ولا ينبئك مثل خبير فاسأل به خبيرا. هؤلاء جربوا وأفادونا بخلاصة حياتهم كيف نفهم الإنسان، كيف نخدم الإنسان، كيف نتمثل قيم الصلح المتجذرة في الوحيين في الكتاب والسنة، والمتجذرة في عمق هذا المجتمع الجزائري رحم الله الجميع. شكراً لكم على هذا التكريم، شكراً لكم على هذا اللقاء، أسأل الله أن يحفظكم من كل بلاء وأن ييسر أموركم، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.